بل زادته إصرارا وعزيمة على تحدي الواقع والصعاب التي واجهته، فلا صوت يعلو فوق صوت التحدي والأمل. الحياة بدها تستمر، كان بالحرب ولا كان قطع الماء ولا غيره ولا شيء، إنسان بده يتحمل المصاعب، والإنسان هو بده يشتغل وما يفكر أبدا لا بالحرب ولا بشيء ولا هاي. بده إنسان يشتغل ويكون طموح، إنسان لازم يكون طموح، والحمد لله من وراء هالبسطة أنا عايش. إعاقتي أنا هاي آخر شيء أفكر فيها، لأنه أنا عندي إرادة وتصميم، وأنا أحس حالي أحسن من كتير عالم عم تمشي واقفة على إجريها. الحمد لله أنا صحتي وعافيتي وإعاقتي أحس مو ضارتني نهائيا. ليش؟ لأنه أنا عندي إرادة، وأنا مواطن سوري أعيش بكرامتي وما أدق باب حدا، وإعاقتي مو مأسرة علي. والعالم كله طلعت برا وما فيها شيء، وهاي قالوا ما في شغل والمعيشة. لا بالعكس، أنت اشتغل ومن أحلى ما يكون. إعاقتي قلت لك آخر شيء أنه أفكر فيها. بجسم نحيل وساق طالها المرض والعجز عن الحركة، وبشرة سمراء أجهدها العمل، يمارس شريف رفيعة من مدينة الحسكة عمله في سوق الهال منذ 15 عاما بكل حماس وجد، ليؤمن دخل أسرته المكونة من 6 أشخاص إضافة لوالدته، وجعل من مشكلته الصحية دافعا للنجاح في الحياة وعدم الاستسلام وتحدي الصعاب. يؤدي الشريف عمله بكل طاقته حتى يثبت للمجتمع أن الإرادة تغير حياة الإنسان إلى الأفضل. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية.